وللحديث أكثر مشاهدينا عن هذا القرار الأمريكي بالسماح العراقي بسداد تكلفة الكهرباء الإيرانية عبر بنوك غير عراقية، معنا عبر سكايب من لندن الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي. مرحبا بكم. إذا أمريكا تسمح للعراق بسداد تكلفة الكهرباء الإيرانية عبر بنوك غير عراقية، كيف ترى هذا القرار وتوقيته؟ نعم، تحية طيبة لك أخي الكريم ولمشاهدي القناة. بالتأكيد الولايات المتحدة يبدو أنها بدأت تتحرك على ردود الأفعال لاتفاق المقايضة أو اتفاقية المقايضة العراقية الإيرانية بما يتعلق بمقايضة النفط والنفط الأسود مع الغاز الإيراني. بالتأكيد الردود الرسمية الأمريكية لم تكن الحقيقة واضحة ومباشرة حول هذه الاتفاقية، لكن اليوم يعني توقيع بلينكن وزير الخارجية الأمريكي على السماح ب 120 يوم لتحويل الصادرات كأنها محاولة أمريكية لإجهاض هذه الاتفاقية، إجهاض اتفاقية المقايضة العراقية الإيرانية. بالتأكيد هذه المسألة أو تحويل دفوعات الغاز الإيراني إلى بنوك خارجية خارج العراق الحقيقة ربما لن يتقبلها الطرف الإيراني برحابة الصدر أو يعني بتقبل كامل، كون أن المشكلة لم تحل في هذه المسألة. القيود الأمريكية لا زالت موجودة، لا تزال موجودة على موضوع الدفوعات لإيران سواء كانت البنوك عراقية أو البنوك غير عراقية. يجب أن تستحصل إيران على موافقة الفدرالي الأمريكي للتصرف بالأموال، وهناك يعني بند واضح في هذه المسألة أن هذه الأموال تدفع للأغراض الإنسانية، وبالتالي لن يقدم هذا الإجراء الأمريكي حلا حسب وجهة النظر الإيرانية، وبالتالي قد تتجه إيران للضغط على الجانب العراقي لإنفاذ والاستمرار باتفاقية المقايضة. لكن السؤال هنا كيف سيكون رد الفعل الأمريكي باتجاه العراق إن يعني بادر العراق لإهمال يعني الحل الأمريكي اليوم باتجاه المقايضة مع الجانب الإيراني؟ هل هذا وارد برأيك أن يعني ممكن الحكومة أن تشرع بذلك وترفض هذا الإعفاء الأمريكي؟ يعني الجانب العراقي الحقيقة يعني ليس لديه فسحة من المجال للمناور في هذه المسألة. ربما ستكون هناك جزء من المدفوعات ستتجه باتجاه هذه البنوك التي سيتفق معها يعني مع الفدرالي الأمريكي على يعني تحويل الأموال إليها، لكن بطبيعة الحال إيران لم تجد أن هناك طرقا توفرها الحكومة العراقية للحصول على أموالها بطريقة أسهل من الطرق والآليات السابقة، بالتأكيد ستعود إلى مسألة قطع الغاز باتجاه العراق، وستتضرع مثل كل مرة بحدوث يعني خلل فني أو تسريب وما إلى ذلك. بالتالي العراق اليوم هو بين مطرقة الفاعل الأمريكي والفاعل الإيراني. أيضا كيف يمكن أن تستفيد طهران من خلال استخدام مثلا إيرادات الغاز ورقة التفاف على العقوبات الأمريكية، لا سيما أنها طالبت بغداد بسداد كما تعلم الغاز مقابل الدولار؟ يعني نعم، يعني احنا اذا نتكلم على اتفاقية المقايضة حسب رأيي ان هذه الاتفاقية مثل ما هو معروف هي اتفاقية غامضة، بنودها محاطة بدرجة عالية من السرية. هناك اكثر من طريقة ربما للجانب الإيراني لاستحصال يعني النفط العراقي، سواء وصوله كشحنات باتجاه المصافي التكريرية الإيرانية التي هي قريبة من الحدود العراقية، أو الحصول على ما يعني تبسيطا ما يمكن أن نسميه كوبونات أو قطوعات نفط تستحصلها الجهات أو أطراف إيرانية أو شركات تتعامل مع إيران كحصة من النفط العراقي المصدر من خلال شركة سومو، تصدر إلى يعني إلى دول أخرى، ويقوم الجانب الإيراني بعمل تسويات ومقاصات لاستحصال مبالغة. كذلك دخول النفط العراقي إلى سلاسل التهريب الإيرانية، كذلك هذا أحد السيناريوهات المحتملة، أو تحويل النفط العراقي باتجاه سوريا أو لبنان. هناك أكثر من منفذ في مسألة المقايضة، لكن تحويل يعني أو الموافقة الأمريكية التي حدثت اليوم اتفاقية 120 يوم ستعيد يعني الكرة للتضييق مرة أخرى، تضييق الخناق على الجانب الإيراني للحصول على مستحقات مبيعات الغاز. إذن عبر سكايب لندن الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي، شكرا جزيلا لك.